في درجة حرارة فاقت الأربعين يخرج السيد محمد من بيته في موعد مع صهاريج المياه المتنقلة بعدما ألقى العطش بظلاله لسنوات. هي يوميات وسيناريو متكرر يعيشه ساكنة مجمع الجوامسية بغيليزان. حوالي تاع الزوج ونص راه يجينا كاميو ونلقاوه بالشركات نعمروا المال ديارنا ورانا عطاش مسخين الوسخ كلانا بيد الحمان والصيف الصيف راه علينا حاجة ضرورية بزاف. هذا ورانا نقرعوا اللقمة تاع الماء كي تجي سيتيرنا نعمروا جيريكات أربع جيريكات زوج جيريكات ثلاثة جيريكات باه نتوضاو غير بجقمة تاع ما رانا ما لحقناش. معاناة لازمت الكبير كما الصغير، فبراميل المياه هذه لم تعد تغطي حاجيتهم اليومية. أزمة أثقلت جيوبهم ونغصت يومياتهم. رانا نعانوا من المشكل تاع الماء هذا، ولادنا راهم يعانوا يخلوا قرايتهم كي يجوا راه وقت الحفظة وراه وقت الآخر كي يجي من ملي يكول يروح يرفد الزيريكات تاعو ويجي يدير لاشان هنايا على الماء عند صحاب السيتيرنات هذو نهار يزقونا مساكين باطل، نهار يخلصوا 120 ألف للسيتيرنا، كلا راه يخلص بالسيتيرنا اللي ما عندوش سيتيرنا راه بالجيريكات هذو. غير هذا الماء اللمة هذه تصرى يوميا على مدة سنة كاملة في غياب النظرة الاستشرافية، في غياب المسؤولين، حضور منعدم لكل المسؤولين. فما بالك المواطن الذي لا يجد ما حتى الماء ليتوضأ؟ أولادنا أصبحوا يعني أكرمكم الله مثل الدواب يوميا، يحملون البيادين أو يحملون أصغر صهاريج من أجل ملئها من أجل تحصيل إناء للوضوء أو للشرب أو للغسل. في رده على انشغال سكان المنطقة يقول نائب رئيس البلدية: بالنسبة للمجمع السكني لدوار الجمسية ويقدر تعداد سكانه بحوالي 10,000 نسمة، هو يعاني بأزمة عطش أكثر من سنة، وقد بلغنا السلطات وأنجزنا مشروع يقدر بأربعة كيلومتر لتحلية المياه البحر، وهو في النهاية على أسبوعين أو ثلاثة يكون إن شاء الله يكون الماء عندهم ويشربوا كعب بإذن الله. ونطلب منهم يعني هذه خارج النطاق تاع السلطات تاعنا. بينما نحن على مقربة من فصل الصيف، تستمر معاناة ساكنة مجمع الجوامسية بأولاد بوعلي مع مياه الشرب. أزمة عطش حادة سرعان ما ستختفي ظلالها إذا ما تمسك المسؤولين المحليين بوعودهم.